أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسل واد وركا بينا مي أعلن سيدة ميديا واه بينا مجمع سوغلي سوغدو بحساسي أي نصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وراركي ودن بيي شركة وادا تشيقة قران أو ماان تاكو سيكتاي إن أو قبي أهامبو فشلمو كد مركي مدح وين اللفتة قران إيو حبنك لا أي قبي أهامبا ديدين إن رئيس الوزارة محمد حسين روبل لغو وريجي أمنيقة قرانكا حساهاتي ورر حوصا إيا شيقيا قود لابي عمر فينش إن أي لكل مين داقار قابي فهد ياسين حاج داهير أو ديقن هوتيل كو يالم قودها قرانكا آذن عدي ورر حوصا إيا أغاتي ورباهين تايا شيقيا إن كولان قرسودي أه أو ماان تدهور نمدي أو كرد عاي هوتيل كو يالم قودها قرانكا ديارة ها مقالة مقدشو انتو جري كلا عركت دواناشيها خضبك امنيقة اي رئيس الوزارة روبل لغو وريجينا يو ايي مدح ذا قاركو دي حلقة فصحة قددا وحي لكل من تليها امنيقة قرنك اي مدح ويني وريس وماليا محمد عبدالله فرماجو اسلام مركاسين تلحوقن اي امر سوسيي فهد ياسين حاج الداهر ايالا شيغي ان اولا كولمي مدحوينا هيرشبه لعالي قود لابي قدوميها قبل كبناتر عمر فينش حوكتا ما ايسان سو تبين مدح كالي او كولانكا كاقب غشي بالسي وحالوغا هادلي ارمها دورا شرا اي شركة افسيوني كسودي سي عدلوما اوغا وحيابها اي كودا هادلين مسؤولين تاكو شيري هوتيل كدكالي اي مقالة مغدشو ايادو حالة دا ادك اوسي قلا يو شركة قلا هودا تشيغا قران او مرمان تلسو وريي ان لو كالتاكي غاري قضب لايسكو هايي اوغيت فهد ياسين او هقا عانتا كوباد اي مدحويني وري صوماليا فرماجو ايا لو اركا سياسي سامين وين كود احلى سياسة صوماليا او شانتي سان الله سو دافاي حكم كدالكا اساقا قوانا ديسا لغو مامولا يي دالكا سيكاستواها اهاتي لفتا قران ايا قبي اهان بسو استاقاي ان او امنيقا انقولين ان لغو وريجيو ريز الوزاري محمد حسين روبلي شركة سياسي ايونا حكا كوغالي وررك قار ايا شيقيا لفتا قران عمر فينش قود لاوي ايا قورقور ان اي كمدح بنايهين وررك قار ايا شيقيا ان قود لاوي او يري دحدحاد ايان كا احاي اما ماشي لايسكو راعو ايان ديارو احاي حسا احاتي قدري ايو الله كولمي فهد ياسين حاج الداهر اسلام مركاسين اللغو يري وقصب ان قرقور اي اللفتة قرين اد كومد نقطة اسلام مركاسين كسو هر جيستا هديك لشركاسي او فشلما فرماجو يتين كيسا ايا اد اغو رجوين ان شركاسي قبي اهان باي فشليان وحكستيو اديكسدان دينا عكلا شركة قلاها وذا تشغا قران ايا سو قبا قبوبي مالين تيا فراد ايادو آني ولي مدحدا اس افقارتك قارين دوضيهي ودحييي اي ارمها امنيقا ايا دورشدا الا ورايدي لو كلسو يهي ايا ورباهين تاو شاقا ان شركة او قلين كي هوري اي ماان تاو قاركا او فولي ان لغو قلتاقو مركي دوضوه اتكادين شركة ايا ماان تاو حاو قلي مرحلة دي اوغو اتكاد ايادو مالين تبري اح او جمعاها اح مدحدا فسح قليان وحانا هبين دبلا اسكو صولابان دونا كولان كالي مدحوينها دولة قبلتك قلمودك يكوفر قلبيت أحمد عبد كاري وقورقور عبد عسيس لفتكرين أو كوحيران ستو سفرماجو أيالا شايقاي إني ديدنيهين إن أمنيق الدالك لغو ريجو الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي مدحوين لفتكرين أيالا شايقاي إنو يهي كان أبو حق جرسان مركا أي نقطو أرنت أمنيق إساق أو كوهن جبايا إنو شركة كباحيو هدي آن لجوجين دود أمنيق إساق أو دوي أهان بكا سوهر جيستي إن أرنتاني أمنيق لغلا هدلو سيدا لغا سوورين ايو افهايين كمدحدة دولت قبلايدي دا وحاجرة كلما قوني قوني اه او عاوة إلا بره اييلان دونان مدحدة سيلا اسكو فهمو قضب كمهيم كاهي سيئو شركة او قوليستو وحا ايسا سو تريسا عبسي اه ان شركة او بربوري كرو اييدا او قضب كالحرير امنيقا او يهي عقابت دا اوغو اذك اي هايستا ما دام حلوفادا فرماجو ايسي اذك اوغو سوهر جيدان ان لغو وريجو رئيس الوزارة روبلي كدب خلاف حوغن او كده خرحي مدحويني هوري فرماجو اي روبلي سيكستاوها اهاتي بري توالا نسان ايا سبديقا ايا لسوكو صلابان ايا عاوة بري إلا هابين دبي كلما قوني قوني اها ييلان ايان وحانا معقولا فرماجي يتيم كيسا إني في الصوماليا كسو غاران قوان اح إن أمنيقا آنان مرنبا لغا وريجين فرماجو هدي كلا شركة لغو كلا بودو دينا عكلا عيدان كدنب او هول قلا قرشي سنفوليي ارر كافرات قوت تدلح ايه توبانا دي عيدان كمان دوس كدنب اي حو قدل كا ايا هول قل قرشي سنفوليي ديگان كا قنبولي اي قبل كشبه لده دحي سراكيش عيدان كدنب ايا شيغي ان هول قل كلا قد دلي شن سرقال ايه حبنا كترسن ارر كال شباب كواسي او كسوغنا ديگان كا هول قل كلا فوليي تليها قوت تدلح ايه توبانا دي كمان دوس كدنب غانشان لده احمد عبد الله النور بير يري ايا شيغي ان اجيت كا هول قل كا او اها مد لغو حقيقين ايو امنيقا اسلام مركاسين او سيس عن دونو وحو ان تاسر راعي ان هول قل كا او دعاي سيدي لغو تلقل اسلام مركاسين او قيب كا يهي هول قل لده كردن كا اه الشباب اي مرر كا قار ويرر كا كفوليا ديگانا دا شبه لده دحي
فضلا دب أضاء وركاني هري على سيد الميديا حق حساسية فرماج يرهب له يسوع عيدا أرور سنة يا إيا الدقال لقى عبسي قبي إنو كده قرحه في لا صوماليا حق أن قرد ويدهلني أي شيء قيسا إن حفيز كفرماج وقرشي نيو إن أو أود عيدا كو أفجر قلاف كسياسة ديد إكلا دحيا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ورر أن دنعي كلا دوان كهلني أي حقيقين أي إن مدحويني هري صوماليا دوهاني محمد عبد الله فرماج يسراكيل عيدا أو إسبهي سلاح أي ودان أباب الدقال وجددي ستاهي لوريق الدقعان كهين تفل صوماليا oo iminka u kala jaban laba garab dhowr sargaal oo ka tirsan ilaalada filla Soomaaliya oo codsaday in aan magacooda warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegay in habeenadii Isniintii iyo Talaadadii la soo dhaafay si qarsoodi ah madaxtooyada la soo geliyay 200 oo askari oo laga kala soo xulay ciidamo ay ka mid yihiin ciidanka duufan ciidamada oo dhar shacab ah loo soo geliyay ayaa lagu soo galbiyay gawaarida mas'uuliyiin sarsare iyada oo loo ekeysiyay in ay la balansan yihiin madaxweynihii hore dhowaani farmaajo ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada filla Soomaaliya ciidankan oo sita labiska tootaha ciidamada koofiya casta si xoogan u hubaysan ayaa ugu dambeyntii saakay lagu arkayay xeendaabka dhexe ee dhismaha madaxtooyada oo ay ku kala qaybsan yihiin xafiisyada xukuumadda iyo madaxweynaha howlgalkani ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha ciidamada dhulka General Maxamed Biixi oo qaraabo la farmaajo oo haysta kalsoonida madaxweynihii hore isla markaasina ay hoos yimaadaan ciidamada gorgor arrinkani ayaa yimid kadib markii uu shaki soo kala dhex galay farmaajo iyo taliyaha ciidamada General Odawa Yuusuf Raage oo mowqif dhexdhexaad ahi loo fasiran karo isku daygii afgambi ee 27 December ka qaatay dhanka kale ciidamo military dheeri ahi ayaa ku biiray ilaalada xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib isku daygii afgambi ee fashilmay iyada oo la xaqiijiyay in ilaa 1000 askari oo ku sugan xeendaabka madaxtooyada ay iminka ka amar qaataan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xiisadan cusub ayaa walaac ku soo kordhinaysa xaaladda dalka iyada oo laga yaabo in xilli kasta uu dagaal hubaysan ka qarxo halka dalka looga arrimiyo ee filla soomaaliya oo bid ahaan ku fadhiisa wax ka yar dhowr kilomitir isku wareeg ahi ay ku sugan yihiin ciidamo iska soo horjeeda si xoogganna u hubaysan ayaa dalka gelin karta xaalad hubanti la'aan ahi ama dagaal sukeeye si kastaba ha ahaatee roble xafiiskiisa waa hubaysan yahay farmaajo xafiiskiisana aad ayay u soo hubeeyey waa iska soo kala horjeedaan dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa si adag u beenisay in uu jiro qorshe ay maamulka hawada sare ee soomaaliya ugu wareejinayaan shirkad gaar ahay xilli ay arrintaasi si weyn u soo shaacbaxday wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya duraan axmed faarax ayaa sheegay in arrintaas ay tahay mid waxba kama jiraan ahi oo lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed waxaan bulshada soomaaliyeed u caddaynayaa inaysan waxba ka jirin in wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ay maamulka hawada ku wareejinayso shirkad gaar loo leeyahay ayuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa maamusha hawada waana been abuur wararka lagu faafiyey baraha bulshada ee la xiriira wareejinta maamulka hawada dalka hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli ay hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya ay qorsheynayso sare u qaadida adeega hawada sare sidoo kale ay soo bixiso in qorshaha sare u qaadida adeega hawada dib loogu soo nooleynayo qorshihii fashilmay ee sanadkii 2017 kaasi oo lagu rabay in hawada sare ee Soomaaliya lagu wareejiyo dowlad kale ama shirkad gaar loo leeyahay waxay arintani keenaysaa in qorshihii hore ee fashilmay dib loo soo cusboonaysiiyo iyadoo lagu sababeynayo sare u qaadida adeega hawada sare inkasta oo wasiir Duraan uu beeniyay in la wareejinayo maamulka oo kaliya oo uusan ka hadlin inay wareejinayaan hawada si kastaba haddii ay dhacdo in xukuumadda Soomaaliya ay maamulka hawada ku wareejiso shirkad gaar ahi waxaa ka dhalan doona in ay sii dib ula wareegto maamulka hawada Soomaaliya taas oo hore loogu soo celiyey dabayaaqadii sanadkii 2017 dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka